فأهلا بك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، واقع البيئة عموما هو واقع حزين في كل العالم، كلنا نتأثر بالارتفاع الحراري وإن كنا لا نشعر، يعني البعض يقلل من درجة ارتفاع حراري خلال أقل من 50 عام، لكن يعني هذا تعني أنه لو كمان 50 عام درجة وهكذا، ربما هذا يشكل تهديد وجودي على البشرية في الأرض. إذن بداية نحن لا نقلل من أهمية مثل هذه المؤتمرات، ولكن السؤال، هل الواقع السياسي في مصر، واقع النظام المصري، هل النظام المصري أمين على المناخ عندما لا يكون حسب منظمات حقوق الإنسان، وليس حسب كلامي، عندما لا يكون أمينا على واقع حقوق الإنسان في بلده؟ أولا تحياتي لك أستاذ جبان، وتحياتي للسادة المشاهدين. أعجبني تعبيرك في المقدمة التي استمعت إليها عندما قلت أو تساءلت في أي مناخ يجري مؤتمر المناخ، يعني يجري في مناخ سيء للغاية يعني. وفي تقديري أن المسألة لا تتعلق فقط بالنظام المصري الذي يعني أول من يستفيد من قمة المناخ في شرم الشيخ، يعني لأن هذه القمة تكسب شرعية ومصداقية، ويمكنه أن يقول للناس انظروا العالم كله يعني يأتي ويعترف بي وبنشاطاتي وبما أقوم به، رغم أنه حقيقة الأمر العالم كله يعرف أن هذا النظام مسؤول عن بلد يعني لا تتوفر فيها أي إمكانات الحفاظ على البيئة، بل بالعكس تدمير البيئة على قدم وساق يعني. والعالم شاهد يعني فيديوهات كثيرة في هذا الشأن، ناهيك عن تدمير الإنسان وسجن وتعذيب الآلاف من المعارضين السياسيين، ومع ذلك تأتي الدول ويعني تعقد مؤتمر المناخ في مصر. طيب إذن لماذا؟ لماذا هذا النفاق؟ يعني هذه الدول ليست نائمة على ودنها كما تقول بالمصري، هم عارفين واقع مصر. طيب إذا أنتم تعرفوا واقع مصر، لماذا تعطوا هذه المكافأة لأن يظهر على الساحة الدولية بأنه هو راعي المناخ وبأنه هو حامل بيئة؟ لأنهم دول سيئة مثل نظام السيسي. يعني عندما تتكلم عن الدول الكبرى، الدول الكبرى دول تراعي مصالحها ولا تفعل شيء في قضايا يعني الحفاظ على البيئة. يعني انظر من أكثر من مؤتمر للبيئة، هل سمعت أن هناك أولا محاسبة للدول الكبرى عن انبعاثات الغازات والاحتباس الحراري؟ هل التزمت الدول الكبرى بتعويضات فعلية وبإصلاحات للنظام البيئي العالمي؟ إذا كان نظام السيسي كما تقول سيء، وهو سيء بالفعل، ولا تتوفر فيه مصداقية العقد مثل هذا المؤتمر، فالدول الكبرى القادمة هي سيئة أيضا أخي العزيز، لا ننسى ذلك. يعني دول قائمة على الجشع والربح والمحافظة على أرباحها بأي شكل يعني. طيب يعني هنا فقط أثرت انتباهي أستاذ أحمد في قضية الربح لما تحدث عنه بعض النشطاء، قالوا لو كانت الدول الغربية فعلا حريصة على البيئة لفرضت ضرائب على شركات السيارات الكهربائية، ولفرضت عليها فعلا تحديدا أن تخفض من أسعار هذه السيارات، لأنه حتى الآن يعني السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة ما زالت أسعارها مرتفعة، ما زالت في كثير من الأحيان أكثر ثمنا أو أعلى ثمنا من أسعار السيارات التي تستخدم الوقود الأحفوري. إذن الدول هذه تستطيع إذا أرادت أن تفرض على هذه الشركات السيارات الكهربائية أن تخفف من أرباحها قليلا على حساب البيئة، أن تذهب هذه جزء من الأرباح لتشجيع المواطنين. أنا وأنت إذا كان فعلا السيارات الكهربائية رخيصة سيفضلها كل الناس. أستاذ جمال، الشركات التي تتحدث عنها هي التي تصنع القرار في الدول الصناعية الكبرى، يعني لها نفوذ كبير يعني، والواقع السياسي في هذه الدول ما هو إلا ترجمة
لهذه الشركات الكبرى، سواء كانت شركات سلاح أو شركات سيارات أو ما شابه ذلك. يعني فنحن صراحة نعيش في عالم مختل، وعالم يعني يحتاج فعلا إلى تغييره من أساسه. يعني طيب الآن يعني البعض ربما حتى ما يقولوا نحن نبالغ في كلامنا ويعني ندخل في خطاب شعبوي، الغرب عموما اتخذ قرارات يعني حتى كما الحق يقال للحد من الانبعاثات الكربونية. يعني مثلا نعطيك هنا في لندن فرضت إجراءات صارمة على تحديد دخول السيارات الملوثة للبيئة إلى مركز لندن، إلى قلب العاصمة البريطانية، وهذا الأمر منذ سنوات. هذا العام تم توسيع نطاق عدم دخول السيارات الملوثة اللي تستخدم الديزل للمدينة، هذا قرار إيجابي. تم من الحكومة الماضية أو الحكومة قبل الماضية، حكومة جونسون، تم وضع سقف لاستخدام السيارات التي تستخدم البنزين والديزل ل 2050 على سبيل المثال. يعني بالعموم هذه قرارات جيدة إذا تم الالتزام بها، ولكن السؤال ما الذي قامت به الحكومة المصرية من إجراءات قرارات صديقة للبيئة حتى تشجع هذه الدول أن يعقدوا مؤتمر عندها؟ لا شوف، يعني ما فيش مقارنة ما بين دولة كمصر والدول الأوروبية يعني، لكن دعني أصحح شيء فيما قلته. تفضل. أن الإجراءات التي تحدثت أنت عنها هي تخدم المجتمع البريطاني داخليا يعني، إنما على الصعيد العالمي هناك أسس لم يتم الاقتراب منها في مسألة البيئة. يعني بالنسبة لي كمراقب أو كمواطن عالمي إذا شئت هذا التعبير، هل هناك محاسبة تاريخية للدول الكبرى عما حدث في البيئة؟ إذا وصلت إلى هذه المرحلة من محاسبة الدول الكبرى عما اقترفته في البيئة وفي الكون نتيجة جشعها ورغبتها في تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح للشركات وللبلاد الموجودة في هذه الشركات، هنا أقول لك نعم سمى التغيير. لكن إذا عدنا إلى بلادنا، إحنا بلاد أصلا يعني محكومة بطريقة لا تخضع للقانون ولا تخضع لمنطق ولا تسير مع مقتضيات العصر يعني. طيب الآن أستاذ أحمد، بالنسبة للنظام المصري الحالي هو يدعي بأنه يدافع عن المناخ ويقدم نفسه في هذا المؤتمر بأنه يتحدث باسم أفريقيا، ولكن دائما يطالب الدول الغنية باحترام التزاماتها المالية لمساعدة القارة الإفريقية على التكيف مع التغير المناخي. يعني يلف ويدور ويرجع على الفلوس، ادونا فلوس. لا. هل لا. فعلا هذه الدول، لا نتحدث عن مصر وغيرها، أمينة على أخذ مساعدات من أجل التكيف مع التغير المناخي؟ لا أستاذ جمال، هذه المسألة ليست مرتبطة بالنظام المصري الحالي ولا بالقمة الحالية. هذه مسألة قديمة في المؤتمرات السابقة، الدول النامية والتي تتعرض بالفعل لمخاطر بيئية بسبب النظام البيئي الذي أفرزته الدول الصناعية الكبرى تطالب بحقوقها أكثر من مرة بتعويضات تسمح لها بتدارك الأخطار البيئية، وأعتقد هذا حق مشروع يعني. كلام جميل. إذا أن النظام السيسي يقول بهذا الآن فأن نرفض هذا، لا، هذا قيل في أكثر من مؤتمر قمة قبل ذلك. من حق الدول النامية والضعيفة والتي تتعرض لأخطار بيئية قاتلة تصل إلى حد التصحر والمجاعات والتهديدات القادمة، من حقها أن تطالب الدول الكبرى ليس فقط بمئة مليار دولار كما يقولون، بل أكثر من ذلك في تقدير. يعني إذا كنا نتكلم باسم الحق والعدل، نعم، لأنه فعلا يعني نحن نعيش ربما في قرية واحدة، المدخنة هذه التي تلوث مثلا مدينة هنا، هذا الدخان اللي يصعد في الهواء لن يتوقف عند حدود الدولة، ممكن ينتشر في أي مكان ويؤثر على أي مكان آخر في الدنيا، في أفريقيا وغيرها. التي قامت بمثل هذه المداكن أو المدافن يعني، هل هي الدول النامية؟ الدول النامية تعيش يعني في وسط الأحراش والغابات
ولا تجد قوت يومها، يعني طيب. الذي هدد المعمورة هي الدول الصناعية الكبرى. طيب، ولكن هو كان التساؤل أستاذ أحمد حول أنه هذه الدول، هذه الأنظمة السياسية، هل هي أمينة إذا أخذت هذه الأموال أن تنفقها لحماية المناخ، لحماية البيئة؟ هذا هي المشكلة الحقيقية، هذا سؤال وجهي، وأتفق معك 100% أن أغلب هذه الدول عندما تأخذ هذه الأموال في الأغلب تسرق وتوزع على الحاشية أو تنفق في قضايا بعيدة عن الحفاظ على البيئة يعني. لكن هناك طرق يعني للتثبت من هذه الأموال والتأكيد على أنها تصرف في مجالات بيئية محددة، ويمكن للدول الكبرى أن تراجع بنفسها وتشرف بنفسها على المشروعات التي تحمي البيئة في هذه البلدان الذي المحكومة بطغاة وناس متوحشين يعني لا أحد يثق فيهم يعني. طيب، يعني كلمة الطغاة، كلمة الطغيان تحديدا أستاذ أحمد استخدمتها The Washington Post، وقالت في عنوان لها: يجب ألا تحرف قمة المناخ النظر عن طغيان السيسي. هل يمكن أن تكون فعلا مناسبة لإظهار تعاطف بعض دول العالم مع نشطاء حقوق الإنسان، مثل ما ظهر هنا في بريطانيا ووعد رئيس الوزراء ريشي سوناك بأنه سيبحث ملف حقوق الإنسان وربما تحديدا على عبد الفتاح مع السيسي؟ لا، شوف، هي ضغوط هامشية وخفيفة يعني، ولا تمثل ضغط حقيقي على النظام يعني. لو النظام استشعر ضغط حقيقي في مجال حقوق الإنسان لكان أفرج عن هؤلاء الأبرياء منذ زمن بعيد، لكن هو يعتمد على أن هذه الدول الكبرى تنتهك سياسة الواقعية السياسية، أو كما أسميها أنا مرارا الوقوعية السياسية. الدول الكبرى تقول لك هذا رجل في يده القرار، هو الذي يحكم، نستطيع أن نعقد معه صفقات سلاح، نستطيع أن نطلب منه القيام بوظيفة في قضية ساخنة هنا أو هناك، وبالتالي يعني إذا ضغطوا عليه يضغطون عليه بحنان وبرفق، بحيث أن الأمور يعني يرضون أنفسهم أخلاقيا. نحن تكلمنا، نحن طلبنا بالإفراج عن المعتقلين، والنظام يستمر كما هو يعني. هذه هي المعدلة، المأساة الحقيقية أخي الكريم. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد الشيخ، الكاتب والإعلامي المصري، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من باريس.